قال المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمه الدستوريه العليا ان الرقابه الدستوريه اللاحقه للمحكمه على التشريعات ليست شعارا لكنها حقيقه وواقع استقر في وجدان الامه وضمير الشعب وتجاوز في مضمونه حدود الاقليم المصري اشار نائب رئيس المحكمه الدستوريه العليا الى ان العديد من القواعد والاحكام التي اقرتها المحكمه الدستوريه العليا اصبحت محل استشهاد وثناء من جانب العديد من الكتاب والمشرعين الدوليين الذين يتناولون المسائل المتعلقة بالدساتير والقوانين إن الرقابة التي تباشرها المحكمة مردها وأساسها مبدأ سمو الدستوري باعتباره القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم وهذه الرقابة الدستورية لم تكن أبداً محض شعار يتشح به الوطن وتزدان به الجماعة انما هي حقيقة وواقعا استقر في وجدان الامة وضمير الشعب بل جاوز قضاؤها بمضمونه حدود الاقليم المصري وصار لافتا بأهميته انظار كثيرين من رجال الفقه الدستوري في الدول الغربية